طالب اتحاد الطلاب اليمنيين في المجر الحكومة بصرف الأرباع المستحقة للطلاب في أقرب وقت ممكن وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. الاتحاد في بيان له دعا الحكومة للتفاعل الفوري مع مطالب الطلاب وتحديد الخطوات العملية لتجاوز هذا التأخير وتقديم الدعم الكامل للطلاب اليمنيين في مواصلة تعليمهم العالي في الخارج، معبراً عن انزعاجه إزاء التأخير الطويل في صرف الأرباع المستحقة. وأكد الاتحاد على أهمية حقوق الطلاب في استلام مستحقاتهم بالأوقات المحددة، مشيراً إلى أن تأخير المستحقات يعرض الطلاب لضغوط مالية هائلة ويؤثر على استقرارهم النفسي والأكاديمي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا الطالب محمد سلمان المتحدث باسم اتحاد طلاب المجر. سيد سلمان أهلا وسهلا بك. إذن الاتحاد طالب الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة للأرباع السابقة، صف لنا الأوضاع، أوضاع الطلاب، وكم تبلغ هذه المستحقات المتأخرة؟ اهلا وسهلا. اولا نشكركم على تغطيه اوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج وفي المجر على باقي الصفوف. اهلا. طبعا كافه الطلاب المبتعثين في كافه دول الابتعاث يتشاطرون نفس الوضع. هناك خمسه ارباع متبقيه لدى الوزاره، ثلاثه ارباع من عام 2023 وربعان من 2024 لم تصرف حتى الان. ايضا لا يتواجد انتظام في صرف هذه الارباع. مثلا اخر ربع تم استلامه كان قبل أربعة أشهر، وهو الربع الوحيد في عام 2024 الذي تم استلامه. أوضاع الطلاب غير جيدة وغير مستقرة، وتدفع العديد من الطلاب إلى التسرب من الدراسة واللجوء إلى العمل، بل للجوء في بقية الدول وترك الدراسة بالخالص. أيضا في بعض الدول لا تتواجد هناك فرص للعمل، يعيشون أوضاع مأساوية صعبة للغاية تضطرهم إلى ترك الدراسة، بل وتؤثر سلبا على حصيلتهم العلمية. لذلك نطالب الوزارة ونطالب وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وكذلك رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي بإيجاد حلول جذرية ونهائية لمشكلة المبتعثين. أوضاع الطلاب لا تطاق ولا تستحمل ولا يوجد صبر بعد الآن، وسنستمر في التصعيد إلى أن يتم تسليم كافة المتأخرات المتواجدة لدى الوزارة. نعم. والانتظام في صرف الأرباع ووجود حلول نهائية وجذرية لهذه المشكلة. نعم. الأزلية. طيب سيد محمد سلمان، هل تم تواصل مع السفير اليمني في المجر أو القائم بأعمال السفارة؟ وأيضا هل تم التواصل مع مسؤولين حكوميين على رأسهم وزير التعليم العالي؟ طبعا التواصل مع السفارة تواصل مستمر، وهناك تنسيق دائم ومستمر مع السفارة، والسفارة في المجر ومعالي السفير وكذلك الملحق الثقافي يقومون بدورهم المسؤول على أكمل الوجه. والسفارة هي بيت اليمني جميعا، والسفارة في المجر كما أسلفت هي من أفضل سفارات اليمن في الخارج، والسفير يقوم بدوره على أكمل وجه. المشكلة تكمن في الوزارة، السفارة تقوم بأكثر من تقرير، بعمل أكثر من تقرير لإبلاغ الدولة والحكومة بأوضاع الطلاب المبتعثين، إلا أنه لا تتواجد استجابة لدى الحكومة. لذلك المشكلة تكمن في الدولة، في الحكومة، في العدل، في الوزارة. طبعا لا يتواجد أي تعليق من قبل وزارة التعليم العالي حول أسباب تأخر المستحقات المالية، سواء انه من حين الى الاخر تظهر بعض المقالات في صحه الوزاره تقول بانه لا تتواجد سيوله ماليه كافيه. نحن نطالب الدوله بايجاد حلول جذريه وشامله لهذه المشكله، وايجاد خطه وبرنامج واضح لمعالجه هذه القضيه الازليه والمزمنه والتي تؤثر على مستقبل اليمن. طبعا ماضي اليمن مظلم، والسبب في ذلك هو الاهمال التعليمي. يجب ان لا نسمح لهذا الظلام ان يتسلل الى المستقبل عن طريق اهمال الطلاب المبتعثين. مستقبل اليمن المشرق مرهون بوجود طلاب كفاءات الذين لهم القدره على تغيير هذا الوضع والمضي باليمن الى امام كي يجاري بقيه الدول المتواجده في المنطقه. نعم. طيب الان ما هي يعني خطواتكم يعني اللاحقه في حال تعثر واستمرار تعثر صرف مستحقاتكم؟ طبعا سنستمر في تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجيه بالتنسيق مع بقيه الاتحادات في بقيه الدول، ولعل صوتنا يصل الى الجهات المسؤوله ويصل الى الراي العام. سيكون هناك تصريح اعلامي في المستقبل، لعل صوتنا يصل الى مجلس القياده الرئاسي. نسعى الى تشكيل تكتل طلابي لعل وتنظيم لقاءات مع المسؤولين لشرح هذا الوضع. ايضا نحاول ان نتواصل مع بعض البرلمانيين
لعرض هذه المشكله امام البرلمان، مع ان البرلمان معطل ولا يعمل، لكن هناك بعض البرلمانيين النشطاء الذين نحاول ان نتواصل معهم لعلهم يصلوا سلطنة، لعل سلطنة يصل الى الجهات المسؤوله ويتم اعطاء هذه القضيه حقها. هناك الكثير من اموال الدوله تهدر في مجالات اخرى ويتم اهمال قطاع التعليم وقطاع الابتعاث، مع ان التعليم هو اولى الاولويات ينبغي ان يكون. ولن تنهض الدوله ولن تخرج اليمن من براثن الوضع القائم الا بالاهتمام بالتعليم والطلاب المساعدين على وجه الحال. نعم، شكرا لك المتحدث باسم اتحاد طلاب المجر محمد سلمان.